سيخلد اسم من عملوا في هذا المعجم إلى أبد الآبدين، إلى أن تنتهي الدنيا. مشاهدين الكرام، أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج معجم البابطين لشعراء العربية في عصر الدول والإمارات. في هذه الحلقة سنحلق في أجواء الشعر بمختلف مواضيعه، وسنكون برفقة الشاعر إبراهيم التنوخي أبو إسحاق إبراهيم ابن محمد ابن علي التنوخي، أصله من جزيرة طريف بالأندلس، ولد بها قبل سنة 71 و600 من الهجرة، وتوفي بغرناطة سنة 26 و700 من الهجرة. قرأ في بلده على عبيد الله القرشي، ثم رحل عن جزيرة طريف صغيرا عند استيلاء العدو عليها سنة 71 و600 من الهجرة إلى مدينة سبتة، وأخذ بها عن أبي القاسم محمد بن عبد الرحمن بن زرقون الضرير القيسي، وأبي الحكم يحيى بن القاضي بن منظور وغيرهما، ثم انتقل إلى مدينة غرناطة سنة 600 من الهجرة واستقر بها. عمل كاتبا بالديوان السلطاني بغرناطة، وأقرأ بها فنونا من العلم، وولي الإمامة والخطابة بجامعها سنة 610 من الهجرة. شعره كان يقرض شعرا وسطا، وأغلب شعره في الحكمة والوصايا والزهد، ونلمح فيه نزعة تشاؤمية. وذهب لسان الدين ابن الخطيب في الإحاطة في أخبار غرناطة إلى أن شعره كان قريبا من الانحطاط، حيث تقترب ألفاظه من التقريرية والمباشرة التي تفقد الشعر رونقه وتبعد به عن جزالة اللفظ وجودة السبك. قال في ذم الدنيا: دنياك مهما اعتبرت فيها كجيفة عرضة التهاب، إن شئتها فاحتمل أذاها واصبر عليها مع الكلاب. وقال: أمولاي أنت الغفور الكريم لبذل النوال مع المعذرة، علي ذنوب وتصحيفها ومن عندك الجود والمغفرة. وقال في الاستسقاء: خرجنا لنستسقي ليمني دعائه، وقد كاد هدب الغيم أن يلحق الأرض، فلما ابتدى يدعو تكشفت السماء، فما تم إلا والغمام قد انفض. ومن شعره مجيبا الشاعر أبي جعفر ابن الزيات في شأن شخص ادعى القرابة من أهل البيت: يا إمامي ومن به قطركم ذاك وحاد البلاد أطيب منزل، لم أضع ما نظمتم من يدي حتى أنيل الشريف تحفة منزل، وحباه بكل منح جزيل من غدا يمنح الثواب ويجزل، دمتم تنشرون علما ثواب الله فيه لكم أعز وأجزل، تذكرون الإله ذكرا كثيرا وعليكم سكينة الله تنزل، وطلبتم مني الدعاء وإني عند نفسي من الشروط بمعزل، لكن أدعو ولتدعو لي برضا الله، وأبدي لفهم ذكر قد أنزل وحديث الرسول صلى عليه كل وقت رب لنا الغيث ينزل، وعليكم تحيتي كل حين مطمئنت بمكة
أم معزب. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من حلقات برنامج معجم البابطين لشعراء العربية في عصر الدول والإمارات، آملا أن ألتقي بكم في حلقة مقبلة، فحتى ذلك الحين أترككم في حفظ الله ورعايته. هذا البرنامج برعاية مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية.